لمزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا استاذ احمد عامر الباحث الاثري والمفتش الاثري بوزاره الاثار. اهلا بحضرتك وصباح الخير. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود، انت والاستاذه ساره وكل الساده المشاهدين ولضيفك الكرام طبعا على الهواء مباشره. ان شاء الله، اهلا بحضرتك. بدايه، عن ماذا يعبر هذا الكشف في معلوماتنا عن الحضاره المصريه القديمه؟ هو طبعا الحضاره المصريه القديمه كلها كشوفات، يعني احنا بنتكلم النهارده عن حضاره مثلا عباره اكثر من 7000 عام طبعا بشيء مؤكد. الكشف ده احد الاكتشافات الهامه نظرا لانه طبعا بيضم بعض الادوات التي استخدمت فعليا في بعض الشعائر والطقوس الدينيه والخدمه اليوميه للمعبوده حتحور. هذه المعبوده حتحور كانت تمثل اله الجمال عند المصريين القدماء. لما النهارده بنشرح كمان الكشف للساده للمشاهدين ان في احتماليه كبيره ان هذا الكشف تم او هذه الادوات التي تم اكتشافها كانت تم وضعها بشكل يعني هو كانوا مستعجلين جدا اثناء ما كانوا بيرصوا هذه الكشوفات تحت كتل حجريه بشكل طبعا اعلى تبه من الرمال في جنوب معبد الالهه واشيت. الالهه واشيت دي حضرتك دي كانت الهه اللي هي كانت مخصصه للعباده في تلك الفتره في تل الفراعين بوتو، اللي هي اقدم عاصمه على مر العصور بالنسبه للعواصم كلها زي يمان اللي هي الجيزه، مثلا زي طيبه اللي هي الاقصر، فدي كانت اقدم عاصمه اللي كان كمان منها بيتم طبعا اداء اليمين بالنسبه للملك عشان ياخد شرعيه الحكم. اسمح لي استاذ احمد، وحضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه، يمكن بلدنا غنيه بالاثار، يعني كل المحافظات المصريه الحقيقه فيها اثار مصريه جميله، وكل ما بندور بنلاقي اثار واكتشافات جديده. يمكن مش ناس كتير قوي سمعت عن هذا المكان، هذه مدينه بوتو اللي حضرتك ذكرت يمكن كانت عاصمه للوكي البحري قبل عصر التوحيد، وكان بيطلق عليها اسم تل الفراعين. قول لنا اكثر عن الاثار الموجوده في تل الفراعين وفي هذا المكان. هو حضرتك اهم الاثار اللي تم اكتشافها في الفترات السابقه تمثالان على هيئه طبعا ابو الهول من البازلت للاسره 29، تمثال لله حرس الصقر طبعا من اروع التماثيل المكتشفه طبعا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، تمثال طبعا مزدوج من الجرانيت الورد للملك رمسيس الثاني والاله سخمه اله الحرب عند المصريين القدماء، لوحه من الجرانيت تعود لعصر الملك تحتمس الثالث من عصر الاسره 18، لوحة هبات وتقديم قرابين تعود ايضا لعصر الملك تحتمس الثالث، وايضا اعلى هذه اللوحه يوجد منظر مسجد الملك تحتمس الثالث رافع بيقوم بسكب الماء المقدس ويقدم القرابين. لذلك لما بنشوف حتى الكشف ده بنتكلم ان هو كمان كشف ديني بحت، يعني من خلال الحاجات السابقه كمان ده يعتبر كشف ديني بحت. كمان لوحه من الجرانيت الوردي تعود لعصر الملك شاشانق الاول من الاسره 22، كمان في تمثال تم اكتشافه ايضا في تيك سابقا لكاهن قابع بيمسك بيد اليسرى احدى نباتات الدلتا وهو نبات خاص رمز الخصوبه عند المصري القديم. كمان كان في كمان امام هذا الكاهن السقاين نفسه كان في الثالوث المقدس اللي هو اوزريس، بالاضافه ايضا كان معاهم كمان في الثالوث المقدس على يمينه كان الاله حورس طبعا والاله ايزيس، تمثال للملك نايف عاورد نفتريس الاول من الاسره 29، في طبعا بالاضافه كمان تمثال من الجرانيت الاسود المصقول لله حورس. كمان بوتو نفسها كانت عاصمه زي ما قلنا في الفتره ما بين قبل الاثرات، كمان مساحتها تقع على 761 فدان، فانت النهارده حضرتك بتتكلمي على اقدم مدينه موجوده بالنسبه طبعا من عواصم مصر القديمه. النهارده الكشف اللي احنا بنتكلم عنه تم كمان يعني اكتشاف كمان جزء من عمود من الحجر الجيري للمعبوده حتحور، مجموعه من المباخر اللي هم كانوا بيستخدموها طبعا ديت كانت من سينس احدها او احداهما كانوا براس المعبود حورس، مجموعه ايضا من الصلاه اللي استخدمت في الطقوس الدينيه والاحتفالات للمعبوده حتحور، تماثيل صغيره للمعبوده طاورس والمعبود جحوتي، كرسي طبعا صغير للولاده، حامل قرابين طبعا حجمه كبير جدا، عين اوجس من الذهب الخالص، بقايا قشور ذهبيه استخدمت في تصنيع بعض القطع الاخرى. هذه كمان البعثه نجحت في اكتشاف طبعا مناظر مصوره على العاج لسيدات يقومون بحمل القرابين لتقديمها للالهه، مناظر طبعا الحياه اليوميه لفقره افقرات الدلتا اللي هي ما يطلق عليها افقرات النهر، بما فيها طبعا نباتات وطيور وحيوانات، عتبه كبيره جدا من الحجر الجيري عليها طبعا بعض النصوص من اللغه الهيروغليفيه بالنقش طبعا نقش صحه كان غائر، وطبعا اللغه الهيروغليفيه دي اقدم لغه موجوده عند المصري القديم. كمان جزء من لوحه ملكيه لملك طبعا يعد طقوس دينيه بمعبد بوتو، بعض القطع كان مسجل عليها نصوص ويعني طبعا واسطر هيروغليفيه، الالقاب الخمسه طبعا للملك بسمتكي الاول واسم الملكين وح ابراع واحمس الثاني من الاسره 26. البعثه كمان نجحت في الكشف عن ايضا عن مبنى ضخم جدا من الحجر الجيري المصقول من الداخل،
يمثل طبعا بئر للماء المقدس المستخدم في الطقوس الدينيه. تم الكشف ايضا عن طبقات العليا للسل من حمام بطلمي من الطوب الاحمر عليه طبقه من البلاط، يتكون من صاله بانيو وحفظ المياه ومكان لتسخين المياه. كمان الحمام نفسه كان كله يخضع لدوره مائيه من على اعلى مستوى من حيث تزويله بالمياه او تغطيه خارجه. النهارده بوذو طبعا كانت عاصمه مصر في عصر ما قبل الاضطراب، تعتبر المصدر الوحيد لاطفاء شرعيه الحكم للملوك من لملوك مصر بالتحديد، حيث لابد كان الذهاب عليهم هناك لتقديم القرابين للإلهة واجد رب. جزيل الشكر استاذ احمد، يعني معلومات يعني فيض من المعلومات بشكر حضرتك عليه، وواضح انه المكان غني جدا بكم من الاثار الغير عادي. بشكرك جدا، كنت معانا استاذ احمد عامر الباحث الاثري والمفتش الاثري بوزاره الاثار، شكرا جزيلا ليك.